السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد. فيقول الله سبحانه في كتابه الكريم: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذا فإن الله يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. وكذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم سلمهم الله. استعينوا بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. وأقدم العذر في التأخير بسبب درس كان سابقا لعلكم تابعتموه، وفي أحكام الهدايا والهبات. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. تفضل. ازيك خنا؟ الحمد لله بخير، الحمد لله من فضله. الحمد لله، جزاك الله كل خير عننا. وإياك. كنت عايز أسأل حضرتك بس سؤال بخصوص: هل يجوز أن الخطباء يقولون عن خطب عن مثلا عن أحد الصحابة الفضلاء، عن مثلا أم المؤمنين عائشة؟ نريد يا شيخنا أن مثلا يعلموا قدر هذه هؤلاء وقدر أم المؤمنين عائشة، هل يجوز؟ أنا مش يعني إيه مش فاهم يعني. يعني مثلا هل يجوز مثلا اللي بيطلع يخطب يوم الجمعة مثلا أن يكون مثلا خطبته عن فضل أم المؤمنين عائشة وعن ما قدمته لنا من نقل أحاديث أو كده؟ إيه المشكلة يعني عندك؟ لا مش مشكلة، أصل يعني إحنا هنا في مصر تقريبا يعني قليلين جدا اللي بيتحدثوا عن فضائل الصحابة، عن مثلا أم المؤمنين كده يعني. لا مانع من مما ذكرت، شكرا. بارك الله فيك يا أختي ماء سعد، جزاكم الله خير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك شيخ؟ الحمد لله، تفضل. دلوقتي لو في منطقة ما يعني كان يعني فيها فساد وكده، واحد تاب واتلم المنطقة دي، بعد كده ربنا يعني قدر الله أن يبقى فيها عمل خير بعد كده، بيساعد مثلا ألاف من الناس يعني، بس هو خايف يفتتن في دينه. ما فهمت سؤالك، عفوا ما فهمت السؤال. يعني واحد كان في منطقة ينتشر فيها الفساد يعني، أيوة، وافتتن في دينه قبل كده، وبعد كده ربنا رده، وبعد كده من عليه انه خرج من المنطقة، وبعد كده ربنا قدر ان المنطقة دي بقى فيها عمل خير بيساعد الاف الناس يعني، بس هو خايف يفتتن في دينه يعني. هل يتركها وينتقل، يحاول ينتقل بعمل خير حتى لو في تأثير على الناس، ولا يفضل على حسب حاله؟ على حسب حاله، إذا كان إيمانه ضعيف ويخشى على نفسه الفتنة يبتعد، إذا كان يستطيع المقاومة يتوكل على الله ويبقى. تمام، جزاك الله خير. وإياكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. سيدنا عندي استفسار في خدمة فودافون كاش. تفضل. دلوقتي يا سيدنا الزبون مثلا الفاتورة مثلا بتبقى عاملة 2000 جنيه، بيحط عليها 20 جنيه ويبعتها لي، عشان هو عارف ان انا لما باجي اسحبها الراجل بياخد مني 20 جنيه. تمام. دلوقتي انا مثلا في حد معايا مثلا بحوله الفلوس دي، بس هو بيقول لي انا مش عايز ال 20 جنيه يعني، هو عايز ال 2000 جنيه بس انا اخدت ال 20 جنيه من الزبون، والزبون مشي، والراجل اللي اتصل يعني ما يعني انت تاخذ اجرة التوصيل، أجر انت عندك يعني تحويلات لفودافون صح؟
انا لا محل يا سيدنا، محل مثلا في شركه انت تعاملك مع شركات، لما يجي الزبون يحول لك الفلوس دي بيحط لك عليها مثلا 5000 عليهم 50 جنيه بتاعت التحويل. لما تيجي بقى تحول الفلوس دي اللي بتاعت الشركه، الشركه تقول لك لا انا مش عايز ال 50 جنيه. مش كل الشركات، في شركات وشركات لا. لا مسامحينك يعني فيها ولا ايه؟ مش فاهم. الشركه مش عايزه 50 جنيه بتاعت التحويل. هل بقى ال 50 جنيه الزبون حقه ولا حق انا؟ الشركه التي تبع انت لها، تبع الماكينه تبيع لها. ايوه خلاص، لا هي حقك انت، حق انا. كان طب الزبون اللي دفع ال 50 جنيه مش ماخدهاش؟ لا ما يلزمش ياخد، لكن لو الشركه سمحت ان ناخد ال 50 جنيه. هي مسامحاك انت كصاحب سلعه من خلالهم. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم. ازيك يا شيخنا؟ ربنا يبارك فيك. وفيك. عندي سؤالين، ربنا يبارك في عمرك. اسال الله يسلمك. السؤال الاولاني، هل يجوز ان هي عروسه ابوها ميت، فهي وكلت عمها انه يعني وكلوا عمها يعني ان هي وكلها في الجواز وكده، فعمها راح موكل واحد غريب عن العيله خالص، حكم الوكاله دي يجوز ولا لا يجوز؟ تجوز. شخص زيد وكل عمرا، قال له زوج ابنتي بفلان، فعمر وكل سعدا، زوج موكلتي لفلان، ما في اي مشكله. تمام. السؤال الثاني سيدنا، احنا في بلد ارياف وكده، وده موسم يعني موسم حصاد البطاطس، فكان احد الاخوه يعني اقترح عليا يعني ان انا كان معايا فلوس، فقال احنا ممكن نشتري في الموسم البطاطس بتكون رخيصه، بتكون ب 8 جنيه او ب 10 جنيه، واحنا نخزنها ونبيعها بعد شهرين ثلاثة بعد انتهاء الموسم يعني، وهنتربح فيها مبلغ وقدره. لا في مشكلة، هذا ليس مش مشاكل، ليس احتكار. لا ماشي شيخنا، رب مياك. من ارتبى يعني من أكل الربا ثم تاب لكن لا يزال يدفع ديونه الربوية، خلاص من تاب تاب الله عليه. كيف يجمع بين قوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، وقوله سبحانه والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب؟ المحصنات من الذين أوتوا الكتاب استثنين من المشركات، فيجوز المسلم أن يتزوج يهودية أو نصرانية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا الحبيب. تفضل. اغفر الله وندعو لك. تفضل الله يسلمك. بعدين هذاك شيخ سؤال كده، هو الماء الناتج عن الاستنجاء حكمه نجس؟ يعني نجس طبعا، يعني بس هو الماء كده اغلب غالب على الماء على اخي اقترض مني مالا ولم يسددني، فقلت له اشتري منك ربع البيت فوافق، قلت له ان اردت ان تشتريه خذه بنفس الثمن. لا هذا الأخير بعد 6 سنوات يريد أخذه بنفس من، لا يصلح. الحق لك أنت تقصد في الحال أو بعد مدة عرفيا معروفة أن شهر شهرين ثلاثة سنة بالكثير، لكن بعد 6 سنوات لا، ليس من حقه ذلك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. كيف حالك يا شيخ؟ حالي طيب الحمد لله. أدام الله عليك نعمته يا رب وإياك. تفضل. لو سمحت كنت عاوز أعرف، هو الامتحان القادم هيكون إيه الصور المطلوبة مننا؟ عن إيه؟ الامتحان القادم إذا كان له صور إيه؟ صورة يوسف وصورة الحج إن شاء الله. إن شاء الله فقط؟ أنا أجبتك. حمل جنازة المرأة من غير المحارم يجوز أم لا؟ حمل جنازة المرأة من غير المحارم جائز. النبي عليه الصلاة والسلام لما ماتت ابنته زوجة عثمان قال لأصحابه عند القبر، هل منكم رجل لم يقارف؟ قال أبو طلحة أنا، فنزل أبو طلحة فقبرها وليس لها بمحرم. السلام عليكم. السلام عليكم. ازيك يا استاذ الشيخ؟ الحمد لله بخير. الله يخليك يا شيخ. يا عم الشيخ انا لو المسجد بعيد عني يعني بحوالي مثلا 500 متر او اكثر يعني.
فليس أصلي في البيت مثلا أغلب الأوقات مثلا 500 متر حوالي 500 أو أكثر يعني بشوية يعني. يعني إذا كنت تعجز عن الذهاب كل صلاة جاز لك أن تصلي في البيت. يعني أحيانا يكون في مشقة بس يعني المشوار بعيد يعني شوية. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. شكرا مشيخ بارك. كيف أبدأ طلب العلم الشرعي؟ ركز في حفظ القرآن والإكثار من السنة. ما حكم قص الحواجب للرجال؟ إذا فحشت قصها جائز والله أعلم. قص ليس نتف. هل يجوز شراء واكل اللحم من عند أهل الكتاب؟ نعم، بسم الله وكل. السلام عليكم. وعليكم السلام يا شيخ. أنا كنت في سيارة وقت المغرب كان ينتهي قريب الانتهاء، فصليت وأنا جالس. وقت المغرب كان ايه عفوا يا شيخ؟ أنا كنت في طريق في سيارة. طيب. ووقت المغرب قرب أن ينتهي، تخلص صلاة المغرب، وصليت وأنا جالس، فما حكم ذلك؟ كنت في سفر؟ لا، ولكن سائق رفض أصلي وأنا يعني أنزل وأصلي. ممكن تعيد الصلاة لأنه تداخل البيت والجمع بين المغرب والعشاء للضرورة جائز، عادوا احتياطا. طيب. الله يسلمك، بارك الله فيك يا أمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا. ومرحبا بك. وأنا يا أهلا وسهلا. مرحبا يا أهلا وسهلا شيخ مصطفى. معلش حضرتك لسه رايد بالوقت على سؤال على هل يجوز أكل لحوم أهل الكتاب؟ أطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وأطعامكم حل لهم. حضرتك أنا اشتغلت في المصانع، أنا في أوروبا واشتغلت في المصانع دي سنين طويلة. كل المصانع اللي هنا حضرتك بتضرب بالنار قبل ما مفيش دفع. إذا كان كده لا يجوز، تكون وقيزا. لكن أنا سئلت. الله يرضى عنك. أنا فهمت إن السؤال واجب التوضيح، بس هو اللي بيحصل البقرة والخروف بينضرب بالنار الأول وبعدين يتعلق من رجله وبعدين يتصفى دمه. صبرا بس علي. صبرا علي. نعم. أنا ظننت أن السائل مصري. هل يجوز أن آكل عند النصارى في مصر؟ لا مانع. هل يجوز أن يأكلوا عندي؟ لا مانع. لكن إذا أنت ذكرت أنك في أوروبا ويضربون البقرة بالرصاص قبل أن يذبحوها فهذا وقيز ولا يحل، حرام. الله يبارك في عمرك. مايك. الله يبارك في عمرك. مايك. إن في برضو فتوى للشيخ عثمان الخميس برضو بياخدوا بيها هنا برضو نوع لا. لا. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك يا شيخنا؟ الحمد لله. بارك الله فيك، طال الله عمرك سيدنا. من نسأل بعدك؟ جزاك الله خيرا. الله يغفر لنا ولكم، تفضل. السلام عليكم. جزاك الله خيرا. يعني من نسأل بعدك يعني أطال الله في عمرك. العلماء ملأوا الأرض، ما يعني لواحد يصيب ويخطئ ويجهل ويعلم، في غير كثير أكثر مني بكثير. لكن احتاجت مئة ثقات يعني الآن ظهرت كثير من ال. الله يبارك فيكم، عافيني من السؤال الآن. عندك سؤال آخر؟ سؤال آخر عندك؟ بارك الله فيك. الله يكرمك. خالتي أرضعتني أكثر من 5 رضعات لكن ليسوا مشبعات، هل تكون أمي؟ نعم تكون أمك يا أحمد، على رأي جمهور العلماء. حتى عدد الرضعات المحرمات فيه خلاف بين العلماء، فالجمهور يرون الرضعة الواحدة تحرم ويوجهون الأدلة الأخرى لا تحرم المص ولا المصتان، قالوا المص الشفطة. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ازيك يا شيخ؟ طيب الحمد لله. اهو انا في رمضان اللي فات كنت والدة قبل بيومين، وجي عليا رمضان التاني جاي دخل عليا هوت ومش قادرة ان انا اصوم. في ذمتك الأيام، في ذمتك، وإن مر عليك رمضان آخر.
طب ما طلعش اي حاجة قبلها ولا لا 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 ما في تطليع، ما عندنا نص باخراج شيء مع الاعادة. نعم قال بذلك بعض الفقهاء لكن لا اعلم نصا. بارك الله فيك يا ابا الارقم واخت سامية. قل ما حكم العمل في محلات في اوروبا انهم يبيعون لحم الخنزير من ضمن محتويات اخرى في السوبر ماركت، كم نسبته يا محمد عويضة؟ كم نسبته لسائر المحتويات؟ حتى في مصر مثلا محلات كبيرة سوبر ماركات ضخمة وتبيع السجائر وتبيع أشياء محظورة أحيانا، لكن غالب السواد الأعظم للمبيعات حلال. بارك الله فيك. في البناء على الأعظم. السلام عليكم ورحمة الله. هناك من يدون التاريخ الآن؟ نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خليك معي بالله الأخ عمر أبو رزق. أقول التواريخ تحتاج إلى إثبات الأسانيد، ولا أعلم أحدا يدقق في صحة الأسانيد في التواريخ، والأخف عليكم أن التاريخ يكتبه الأقوى. السلام عليكم. تفضل. آسف قطعت على الأخ سهوا. آسف. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. لو سمحت يا شيخ عايزة أخذ رأي كل ما حضرتك في حاجة. دلوقتي أنا اديت لوالدتي ذهب بخمسين جرام من 3 سنين، ورجعت طلبت منها من 2 سنين ورفضت تدهولي بعد ما اتجوزت، يعني اديتهولها قبل ما اتجوز، ولما اتجوزت رجعت طلبت منها ورفضت تدهولي. لماذا؟ هي ملهاش تبرير، يعني هي قالت كذا سبب، مفيش ولا سبب فيهم حقيقي، وانا عايزة ضروري عشان اعمل العملية خاصة بيا. طيب. عشان الخلفة. والسؤال؟ احنا دلوقتي بقالنا 4 شهور من اخر مرة طلبته منها ما بنتكلمش خالص، وهي رفضت تدهولي ومش هتدهولي خلاص، وخلت اخواتي كلهم قطعوني وهي كمان، ويا اما اكلمها وانسى الذهب بتاعي خالص وما عملتش عمليتي طبعا لان ما فيش فلوس متاحة غير الذهب دول، يا اما يظهر متجنبني. من اعرف ايه السبب؟ يعني السبب هل امك حرامية؟ هل هي تاكل اموال الناس بالباطل؟ ولا ايه السبب؟ ما الذي من اجله امتنعت امك عن تسليم الذهب لك؟ سؤال يوجه. هو في سبب غير طبعا، يعني غير رأيك ان هي بتقول ان هي مش حابة زوجي، فهي بتطلع مبررات كتيرة جدا. خلاص على المهم اذا كنت مستحية تقول السبب كلميني في الهاتف. خلاص ما استطيع اقول شيئا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ازيك يا شيخنا اخبارك؟ الحمد لله. بقول لك يا شيخنا انا دلوقتي بفضل الله يعني بصل ارحامي كده من وقت للتاني في المناسبات زي رمضان والعيد وهكذا، بتصل بيهم يعني برضه بحكم ان انا وقتي ضيق جدا في شغلي. فعندي عمه هي بس انا ما اعرفش حاجه عنها بقالي سنين، فهل اسال عليها ولا كده؟ اجتهد انك تسال عنها وتصلها فهي رحم، وبعد ذلك ان عجزت لا يكلف الله نفسا الا وسعها. شكرا جدا. بارك الله فيك. مرحبا شيخ إيهاب عقلي ولك بمثل يا ربي، والسامعين والسامعات. محمد مصطفى الله يهدينا وإياك يا أخي محمد مصطفى. السلام عليكم. بارك الله فيك يا أخي ياسر. السلام عليكم. عليكم السلام شيخ. نعم. حضرتك كان عندي سؤال شخصي بس، فكنت أبدأ أكلم حضرتك شخصيا يعني. تفضل تكلم الآن أو بعد الآن براحتك. على الرقم الخاص الله يحفظكم. بعد اللقاء إن شاء الله. إن استطعت لأن نكون متأخرين. سأرسل رسالة وإن كان في صحة إن شاء الله أكلمك. رسالة نصية. هل صيام المريض الذي منعه الأطباء من الصيام يدخل في قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة؟ قد يدخل إذا كان المرض يحتاج إلى فطر يقينا. على حسب حال المرض. حكم قراءة القرآن من حفظ الصدر بعد العادة السرية. طبعا العادة السرية إثم حرام، وقراءة القرآن أثناء الجنابة من حفظ الصدر قد قدمنا الكلام فيها بتفصيل بما حاصله أن النبي كان يذكر الله على كل أحيانه، لكن الكراهة موجودة. النبي قال في حديث آخر إني كرهت أن أذكر الله على غير طهارة. السلام عليكم. تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ انا كنت عايز اسال حضرتك على شيء بخصوص لعبه ببجي موبايل. لعبه ببجي؟ سالت عنها الذين يتابعونها من الثقات افادوني بما حاصله انه لا نفع فيها وان الضرر فيها اكثر من نفعها، فالبعد عنها الزم والله اعلم. الاخت التي ترغب في الاتصال الرقم الخاص 0000533383 بين يديه رساله نصيه. حكم عمل عضوية في شركة لبيع البلاستيك منتج مستورد عالي الجودة للاستفادة من التخفيض العضوية بدون شروط، لا بأس بذلك. مسلم تزوج نصرانية أنجب منها وخرجت إلى بيت أمها لمدة سنة لا تريده ولم يطلقها، ثم ندمت، هل له أن يردها لكي يعف نفسه؟ نعم يجوز ذلك ما لم تؤثر على دينه. اختار القول بوجوب النقاب. بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضلي. كان عندي نعم في البيت عندنا قطط من الشارع يعني وكده بتبهدل البيت، فعايز لو احنا مثلا سميناها او كده ولا ده حرام؟ ممكن تبعدوها عن مكانكم في الطريقة اللي نعملها في الفلاحين، تضعين تعرف الشوال الخيش؟ ضعيها في شوال الخيش واحملوها إلى أي مكان بعيد، لأن القطط تعرف كيف ترجع، أما إذا كانت مغماة فلا تعرف طريق الرجوع، ما في سوق السمك ولا في أي مكان. خلاص حاضر. الله يكمل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي. عندي سؤال، كفارة يمين الطلاق للتهديد اخرجها ازاي؟ يعني مقدرها اطعام 10 مساكين كل مسكين وجبة واحدة من طعامك المتوسط، ان عجزتي صمتي 3 ايام. طيب ممكن اخرجها فلوس؟ ها؟ فلوس لا مش طعام، لان ربنا قال اطعام. تمام شكرا. الله يسلمك. محمد سمير يقول، من أنا جئتم بأن المهدي يصلي خلفه عيسى صلى الله عليه وسلم؟ ما عندنا نص يا محمد يقول إنه المهدي، ولكن بعض العلماء حملها على ذلك. كيف بكم إذا نزل فيكم مريم وإمامكم منكم؟ يقدمه الإمام كي يصلي به، فقل لا بعضكم البعض أئمة كرمة الله لهذه الأمة. ما عندنا نص صريح يا محمد سمير بأنه المهدي، إلا أنها أقوال عدد من العلماء. وفقك الله. تفضلي يا أختي. ترك الصلاة عمدا كبيرة من الكبائر وباب التوبة مفتوح عليه بإعادة تلك الصلوات. رجل يعرف ما تشكو منه من النظر إليك، هل يستعين بالجن؟ لا يا اخترتي نوفو، كلام باطل، ولا تذهبي إلى هؤلاء الدجالين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ حالي طيب الحمد لله. جزاك الله خير. وياك يا شيخ. هسألك سؤال بس من حالك تسمعني. دلوقتي أنا تزوجت زوجة تانية، تمام؟ هاك سمعني يا شيخ؟ سمعت. تزوجت زوجة تانية وزوجتي سابت البيت وتركت واخذت الاولاد، وفضلت احاول ارجعها ثم رجعتها بعد فترة، تمام؟ وحاليا هي طالبة ان هي عايزة تتطلق، ولا انا مش عايزة اطلقك، انا عايزة احافظ على البيت والاولاد، ولا انا مش قادرة اعيش، وتقول لي الزواج التاني ده فيه ظلم للاولاد وانت ظلمت اولادي وفي ظلم ليا وانا مش هستحمل، وانت والراجل اللي بتزوج ده يبقى خاين، واتهامات كتيره. انت تزوجت سرا؟ لا، تزوجت علنا انه قدام الجميع، واخبرتها واخبرت اهلها، انا ما عملتش شيء حرام عشان اخليه في السر. طيب يعني. والسؤال المطلوب الان، هل الزواج الثاني فيه ظلم للاولاد؟ لا. هل الزواج الثاني فيه ظلم للزوجه؟ على حسب حالك الاصل يعني،
الأصل أن أن تكون عادلا، لكن هل أنت ظلمت بالفعل بسبب الزواج؟ هل أنت ظلمت أولادك؟ يعني هل أنت تعدل أو لا تعدل؟ أنا لا، أنت ما ظلمتش، لكن أنا مش متحملة. خلاص هي حرة تختلع. طب هي بيقول في الخلع أنا عايزة بقى كل أشيائي وكل حاجاتي ولازم تطيني كل حاجة. قلت لها يعني الخلع ربنا ما قالش كده، وأنا عايز أحافظ عليك، أنت ليه عايز تختلعي؟ أنا عايز أختلع وبرضه هاخد كل شيء، هل ده يعني يجوز؟ لا كده ظلم. في إذا كان طلاق للضرر لها مستحقاتها كاملة، إذا كان خلع، إذا كان خلع ترد إلي يا بتقول لي أنا ما هي عايزة تختلع. أنا عشان أنا يعني إجمالي القول باختصار شديد يا أخي، باختصار شديد، إذا كانت امرأة تريد أن تختلع من زوجها سواء تزوج أو لم يتزوج ترد إليه الصداق. أما إذا كان طلاقا للضرر فالقاضي ينظر قضية الطلاق للضرر، هل في ضرر أو ليس في ضرر. اختصارا أنت الآن في تشاحح من أجل ماديات. علي طارق، إذا كان قال ربنا وفي السماء رزقكم وما توعدون، الذي قال وفي السماء رزقكم وما توعدون هو الذي قال فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، هو الذي قال وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، فالذي قال ذلك هو الذي قال ذلك. ففي المعتقد نعتقد أن الرزق مقدر، في العمل نعمل كما قال الرسول اعملوا فكلوا ميسر لما خلق له. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ أنا جليل. اتفضل يا عم. معلش يا شيخ، أنا شغال في قرية سياحية، والقرية دي يا شيخنا يعني شغال في فندق، الفندق ده لسه يعني ما استكملش البناء تمام، فأنا يعني بلافي البنا مثلا الطوب، فهل أنا على كده في معاونة منك لفعل الإثم أو أي شيء من الفعل؟ لا أعد لو تفضلت. بقول حضرتك الشيخ يعني أنا شغال في قرية سياحية. أنت تعمل في قرية سياحية؟ تمام يا شيخنا. يا شغال في فندق، الفندق ديتي لم يستكمل البناء بعد. فأنا بلافي البناء ديتي بلافي له طوب، فهل أنا على كده بكون معاون في الفعل دي؟ يعني فعل إثم أو شيء؟ ليس عليك إثم. جزاك الله خيرا شيخ. الله يسلمك. هل يجوز المرأة المقصرة في الصلاة أن تغسل الميتة لعدم وجود غيرها؟ نعم يجوز، وبالله التوفيق. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. أخبارك شو مصطفى؟ الحمد لله طيب. بقول لحضرتك شو مصطفى، وأمال حالات اللحية ما ينفعش الأكل منه ولا الشرب؟ نعم. المال مكتسب من حالات اللحية ما ينفعش الواحد يأكل منه؟ لا أكل منه، لكنك آثم في حلق اللحى للناس إذا لم تكن لك ضرورة. بارك الله فيك. يعني المال مش حرام يا شيخ مصطفى مثلا؟ يعني والله الرسول نهى عن حلق اللحى إلا كان شخص مضطر لذلك جاز له ذلك للاضطرار، وهذا الذي عندي في الباب. شكرا لك. يريد زوج أختي طلاقها بعد كفاح 35 عاما، وبعد أن عانت الأمرين من غيرة في غير محلها اكتشفت بعد مراجعة الأطباء أنه مصاب بمرض نفسي أجعله يتوهم أشياء لم تقع بالفعل، وكيف تحسب نفقتها؟ وهي هذه قضية تنظر هل هو طلاق للضرر أم ليس بطلاق للضرر. طب هو يريد طلاقها على أي حال؟ إذا طلقها لا حقوقها، أما نفقتها فعلى قدر السعة وعلى قدر النظر في الأحوال. إذا طلقت المرأة يلزم الزوج بتوفير مسكن لها كحاضنة لأن عندها أولادها. السلام عليكم. عليكم الصحة وبركاته. معلش مولانا أنا عندي سؤال تاني، أنا كنت اتصلت بك من شوية. اسأل يا حبيبي. أنا بس عايز أعرف الأرحام اللي يجب وصلهم. الأقرب فالأقرب، أمك أباك، أختك أخاك، ثم أدناك أدناك. تمام. مكالمة بعيد عن الأم والأب والإخوات يعني. اللي بعد كده تغني. أقول الأقرب فالأقرب. أقول الأقرب فالأقرب. تمام. مكالمات التليفون والرسائل تقضي الغرض إلى حد كبير إن شاء الله. ربنا بارك لك. سؤال تاني معلش. ماشي يا شيخنا، أنا دلوقتي ماشي الحمد لله بحفظ قرآن، هل أوقف حفظ في رمضان؟ لماذا توقف؟ احفظ واتلو.
حكم تبديل المال أحمد كاوي لا بأس به. صحة حديث ما يجد الشهيد من مس القرصة من المس القتل إلا كمس القرصة احتاج أراجعه عذرا. حجزت شقة تبع الإسكان ودفعت 20 والباقي 20% والباقي يرد إما قسط أو كاش، فاخترت أن أدفع كاش لكن موظف بنك قال ممكن تعمل ممكن البنك يدفعهم لك بشرط أن تربطي وديعة بمبلغ معين أسترده بعد 10 سنوات، أمهليني للنظر في هذا السؤال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الشيخ. الله يوفقك. ولا حركة حكم اللغز من اللحية تحت السوالف كده؟ الذي ورد الأخذ من اللحية هكذا ما زاد على القبضة يؤخذ منها ليس عن رسول الله إنما فعل بعض الصحابة. والشيء الآخر الذي أجازه العلماء أخذ الشاذ المتطاير. بارك الله يعني فيك. يعني تسويتها ما فيش فيها مشكلة لو شكلها منفل أو كده؟ لو سويت الشاذ المتطاير الشعر النازل واحدة شعرها شاذة طلع لفوق. تمام ماشي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله أنا طيب الحمد لله. يا شيخ أنا وجدت كتاب اسمه المناهج المعتمدة في الأزهر يعني، فهل تنصحني إني أجيبه؟ لم أقرأه. طيب السؤال الثاني يا شيخ. ها؟ السؤال الثاني يعني في كتب الستة أبدأ بأي كتاب؟ البخاري ومسلم. تمام. طيب يا شيخ. هل تنصح أبدأ بالعمدة أم برياض الصالحين؟ الأسهل عليك رياض الصالحين. طيب تمام. تقول عندي 3 أطفال وأريد أن أنجب وزوجي يرفض وترك المنزل ماذا أفعل؟ من حقك أن تنجبي بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله أنا بخير. معليش يا شيخ مصطفى بس عايزة صدرك يبقى راحت، بس أنا اللي كنت اتصلت امبارح على موضوع اليوتيوب وهي قاعدة تسمع عشان بس قلبها يطمن عشان ما اشوفش الوزر، يعني قاعدة تسمع من حضرتك إن هي قفلت الإعلانات اللي هي أصلا غير مباحة ولكن سابت الإعلانات العادية باللي فيها بقى ممثلين بيعرضوا عنها أو كده، يبقى الحلال ولا حرام؟ وأنا مش فاهم والله يا حبيبي. مش فاهم يعني احنا اتكلمنا اللي هو اعلانات اليوتيوب. انا ما نفكر السؤال عفوا، ان شيء سؤالا حديثا افهم اولا واخرا. طيب ماشي. يعني طيب ماشي احنا كنا بنتكلم عن ايه ارباح اليوتيوب بتيجي من الاعلانات. ارباح اليوتيوب تاتي من الاعلانات، الاعلانات اغلبها محرم. اذا كان كذلك عفوا اصبر علي بس باختصار. اتفضل. اذا كانت الاعلانات اغلبها حرام لا يجوز اخذ المال من نشر الحرام. اذا كانت بالإمكان أن تتحكمي في الإعلانات وتنزلي الأشياء الطيبة لا بأس بذلك. حضرتك امبارح قلتي لي لو هي قفلت الإعلانات أصلا من منتجاتها حرام خلاص كده يبقى حلال. تغير الإعلانات اللي أصلا فهمي كلام يا أختي. فهمي كلام يا أختي. فهمي كلام. أنا ما فاكر إلا أكلته بالأمس. أنا سألتك سؤالا مثلا يا عم الشيخ لو الإعلان بينتج عن منتج حرام أنا أفلاه، مانيش عايز أي حاجة حرام أعلن عنها. طب احنا لو اعلننا على حاجه حلال زي اللي بتتعلن عندها في بلدنا كده هيبقى الفلوس حرام ولا حلال؟ لا حلال ان صدقتي. ان صدقتي في طبعا بس نوع الاعلان بيبقى فيه موسيقى بيبقى فيه اعلان عنه باغاني كده ده انا بتكلم فيه، انما المنتج حلال. حسبي علينا شويه يا اختي كده الله يسلمك. اتفضل. على حسب نوع الاعلان، اذا كان الاعلان فيه محرمات اجمالي القول لا يجوز اخذ فلوس منه ولا يجوز نشره. اذا كان فيه شيء طيب يرضي ربنا او شيء مباح حتى ليس طاعة محضة شيء مباح لا بأس بذلك. بس ربي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله بخير. لو سمحت لو كان الخمس من الركاز رقم كبير يعني صعب انفاقه مرة واحدة او كده على الفقراء او كده، يعني ينفع خليه مثلا فترة زنبه على جانب واخرجه جزءا فجزءا ستجد من يحتاج. الناس الآن في الناس جواع الآن. تمام.
الله يكرمك. يعني عادي اخليه على فترات من الزمن عادي يعني. اذا لم تجد سبيلا، لكن اقول السبل موجوده. تمام. السلام عليكم. عليكم ورحمه الله وبركاته. حيا الله الشيخ مصطفى. الله يبارك فيك ويسلمك. كان فيها تسأل والله لو تكرمت. تفضل. السؤال الاول يقول ان هو الان عنده مال بالدولار. لما يجي يخرج زكاته، طبعا هو يخرجها مصري، يخرجها بسعر البنك ولا بسعر السوق الموازي؟ لا بسعر السوق الموازي كما تحب لنفسك تحب للفقراء. طيب شيخنا بارك الله فيك، تقول ان ابوها جات فترة معينة كده كتب لها شقة باسمها لان هي حالتهم مضيقة وزوجها ظروفه على قد حاله، فكتب لها شقة دون اخواتها. لا شقة كبيرة وظلم. هو اللي حصل الان ان الوالد اصيب بالزهايمر، فاخواتها باسلوب قانوني كده رجعوا الشقة تاني. ما في مشكلة، فمن بدله بعد عفوا فمن خاف من موص، حتى لو سلمنا انه مات جنفا او اثما فاصلح بينهم فلا اثم عليه. يعني ما تقطعش اخواتها وخلاص كأن شيء ما حصلش يعني. قطع اخواتها لماذا؟ ابوها ظلم واعطاها شقة دون سائر اخواتها، فهم بيصلحوا المسائل الله اعلم يعني. اسف قطع. السلام عليكم. عليكم ورحمة الله. تفضل شيخنا الغالي. نطلق في سؤال، في صلاة الظهر من الركعة الثالثة. عفوا في صلاة الظهر ماذا حدث؟ بعد السجدة بعد الركعة في الركعة الثالثة قام بعد السجدة الأولى إلى الركعة الرابعة، فسبحنا له فجلس ولكنه لم يدرك ماذا يفعل، فمنا من قال نسيت سجدة، فهل هذا الكلام هذا القول صحيح أم ماذا كنا نفعل؟ إذا كان متأولا الصلاة تصح. قد أورد ابن رشد في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد الخلاف في هذه المسألة، ألا وهي الكلام في الصلاة لمصلحة الصلاة، فجوزه بعض العلماء ومنعه آخرون، ولا مع المانعين إلا إذا كان جاهلا عذر بجهالته والله أعلم. هل تجب قراءة سورة بعد الفاتحة أريان؟ يعني إذا كنت تقصد المنفرد لا تجب عليه قراءة سورة بعد الفاتحة، إذا كنت تقصد الإمام في صلوات السرية كذلك لا تجب عليه، إذا كنت تقصد الإمام في الصلاة الجهرية فما علمنا أن النبي صلى صلاة جهرية واقتصر فيها على الفاتحة في ركعتين الأوليين. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم يا شيخ، بعد إذنك كنت عايزة أسأل حضرتك، أنا حلمت بالرسول عليه الصلاة والسلام، عليه أفضل صلاة وأتم سلام، يعني صليت الفجر وقرأت الواقعة والضحى وأذكار الصباح قرأتهم والملك، ونمت حلمت ان انا في بيت اختي انا واختاني واخويا بينده علينا. لا خلاص ما فيش هنا تفسير احلام الله يا اختي، صلاه انا يعني سكت لان اسم الرسول اسكتني فيعني. انا اسفه، انا قلت يعني اسالك خلاص. لو ايه اللي حصل يعني بشان رسول الله معك؟ انت عارفه صفات الرسول اولا؟ اه طبعا الحمد لله بسمعكم، يعني عارفة انا شفته لابس عباية وعمة بيضة وعباية يعني كمها واسع كده، بس هو صورته وشه ما كانش واضح، وكان واقف في بيت اخويا وانا بحكي لاخويا ان انا حلمت بالرسول عليه الصلاة والسلام. على العموم على العموم أيوه. اذا قال شخص انا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام يستلزم الآتي، أن يكون المخبر صادقا ونحسبك صادقة، ثانيا أن يكون المرئي
موافقا في صورته صورة رسول الله، واضح أن رسول الله صورة، وموافقا أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني موافقة الرسول خلقا وخلقا، رابعا أن لا يأمره بشيء يخالف الشريعة. فماذا قال لك الرسول؟ ما أنا هو كان واقف في في البرندة معانا. ما أنت ما شفتيش الوجه، أنت لم تري الوجه. لا بس شايفة العمة وشايفة العباية الواسعة والكم الواسع. العمة لا تنم عن المعمم من هو، شايفة لما رأيت وجه الرسول. ما أنا هقول لحضرتك وبحكي لأخويا بقول له أنا حلمت بالرسول عليه الصلاة والسلام في الحلم، بس أنا لما صحيت نسيت أنا كنت بقول لأخويا إيه، بس الرسول كان واقف بيبص لأخويا. على العموم ماذا قال لك الرسول؟ بما أوصاكي؟ لا خالص نسيت أنا لما صحيت. خلاص الله يوفقك. الحلم بقول بحكي لأخويا. خلاص لا ليس هناك شيء ذو تأثير. شكرا. يا مسلم وما ترددت عن شيء أنا فعله أن أجري الحديث على ظاهره، وهذا رأي جماعة من السلف الصالح، هذا في محل سلامة الأحاديث من الانتقادات، ولا فبعض العلماء يتكلم فيه من أجل راويه خالد بن مخلد القطواني، ويقول الذهبي في ميزان الاعتدال لولا هيبة الجامع الصحيح لعدوه في منكرات خالد بن مخلد. تقول زوجي يتزوج زوجة ثانية النهار يتغدى عندها يوميا إلا يوم الأحد التي يتغدى عندي، والليل عندي ليلة وعند الزوجة الثانية ليلة، ويفضلها علي ويأخذ لها عطور وخمارات وأنا لا يأتي لي بشيء. قلت له جيب لي حتى أنا عطر، قال ما تعوديش تقولي جيب لي حتى حاجة. العدل في النفقة والمبيت واجب، فعلى خلاف ذلك أثم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله بخير. أولا أبارك لك على زواجي الصالح. الله يبارك لك. أبارك يبارك لك. الله يكرمك. الله يكرمك. يا شيخ هو دلوقتي أنا عاوز أفهم هل رفع الأعمال إلى الله يوم الاثنين والخميس أم في شعبان؟ لا، أما رفع الأعمال يوم الخميس أصلاً؟ اصبر يعني اصبر، رفع الأعمال الخميس وفي شعبان لا يثبت به الخبر، إنما يوم الاثنين رفع الأعمال يثبت يوم الاثنين، أما الخميس وشعبان لا أعلم سندا ثابتا فيها مقال. والسؤال الذي تريد أنت؟ طيب الشيخ كيف ترفع الأعمال إلى الله والله عز وجل مطلع علينا؟ المشكلة كما قال الرسول ترفع الأعمال، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل الليل، الرسول أخبر بكذا طريقة لا نعرفها نحن، ولماذا لا تجادل في آيات الله بارك الله فيك؟ لا أجادل والله شيخ، لا في مشكلة، أن الله سبحانه يأمر الملائكة تثبت الأعمال، وتكون الملائكة أيضا عالمة بذلك. لماذا؟ لأنهم قالوا ذات يوم أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، هؤلاء عبادي الذين قلتم أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، هؤلاء مصلون صائمون، إلى مئة علة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. شيخ مصطفى. أخوك مصطفى. كان عندي سؤال يا شيخ. اسأل. يا شيخ يعني الـ بالنسبة لغسل الجنابة يعني الـ الفرج كم مرة يغسل؟ يعني يغسل مرة، ما في عدد للعضو، إنما تجتهد في إتقان غسله، لكن يعني المرة الأولى تكون. خلاص يا حبيبي ما تكلمش كلام ما ينفعش. السلام عليكم. جزاك الله خير. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، بس لو انا كنت سايبه اكل بالليل ونمت وصحيت عريان، ارمي الاكل الصبح ولا لا؟ لا ترميه. نعم لا ترميه، سمي الله وكلي. طيب يا شيخ بالنسبه للشراكه، لو جوز عنده مصنع وجاب حد شريك معاه مقابل الاداره، سمحتي كنت قرات
ان فيها ربا، او كنت قرات في الموضوع ده يعني ان هم لازم يعني يعملوا عقد او عفوا كده. عفوا يا اختي، ابوك عنده محل، جاب واحد يشتغل في المحل وقال له لك نسبه من الربح، هذا السؤال؟ ايوه. ما الحرام فيه؟ نعم. ما وجه التحريم فيه؟ انا كنت قرات يعني حاجه زي كده، فقلت اتاكد من حضرتك ان هم لازم يعملوا عقود او حاجه زي كده عشان ما تدخلش في مبدا الربا. او لا، ما في ربا ولا حاجه، الربا هو عادي خالص. يا اختي ابوك جاب بياع يبيع له في المحل، قال يا بياع انا اعطيك 1000 جنيه ولك نسبه من الربح 20%، ما في اي مشكله. تمام، ماشي يا شيخ، بارك الله فيك. بعض الاشخاص يبداون الصف من اقصى اليمين او اقصى الشمال، هل اصلي معهم؟ لا، قف خلف الامام يا محمد. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك يا شيخنا؟ الحمد لله. يا شيخنا، مجموعه من هي بالضم ولا بالفتح؟ نعم، بالضم ولا بالفتح يعني يا شيخنا؟ ليه بتعرف ولا مفوتها؟ ماشي، اتفضل. منادى صح كده، منادى المضاف. يا اخت هارون. نعم نعم، جزاك الله. اتفضل. مجموعه من جماعه التبليغ مروا في الشارع بعد صلاه العشاء، وجنبي جاري نصراني، فلم اقل لهم انه نصراني، فبعد ذلك جاء وعاتبني. أعتبك لماذا؟ يقول لي لماذا لم تقل لي أنهم، لأنه ذهب إليهم وتحدث يعني كما تعلم يعني. هم ذهبوا إلي وتحدثوا معهم. نعم. وما الجرم الذي ارتكب؟ لا أعلم، هو جاي وعاتبني، فقلت له يعني أن يقول لك لماذا عفوا يقول لك لماذا تتركهم يكلموني؟ نعم نعم يا شيخ، شيخ يا حبيبي صلى على رسول الله عليه السلام. هم ذهبوا ودعوه إلى الله، أو تعالوا تعال صلي معنا، هل ارتكبوا ذنبا؟ جاري نصراني. أيوة نعرف، هم لا يعرفون، هم يعرفون أنه نصراني. هم لا يعرفون، أنا كنت أعرف. طيب، ما المشكلة إذا ذهبوا إلى نصراني ودعوه إلى الله؟ الذنب اللي انت فعلته انت، لا منك ولا من كفايه شرك. جاءوا يعاتبوني، يقول لي لماذا لم تكن لنا انه نصران؟ يعني جماعه عفوا، ما علي وزر يعني، معلش وزر. لا لا، اصبر اصبر اصبر، يعني جماعه التبليغ هم الذين يعاتبونك ليس النصراني. ايوه نعم. لا بس الحمد لله ما فيش عليك اي مشكله. فانا قلت لهم يعني ما فيش اي مشكله، ما غلطتش. انت اسم الجماعه كذا ما غلطتش؟ لا ما غلطتش انت، الحمد لله. هل هو زجرهم يعني ولا حاجة؟ استمع بعض الشيء وبعد مقال يعني. الحمد لله يعني طلع مؤدب. يعني أنا صراحة كان في شيء انتصار، انتصرت لشيء، لأنهم قالوا بعض الأشياء أن الرجل الذي لا يتزوج امرأة تساعده على الدين كالجرار يجر مقطورة فارغة الهواء أو حاجة زي كده. هم لا يعني لا تعول على الامثال التي يقولونها. فانا زعلت ان الامثال، فما صراحه ما قلتش، ما قلتلهمش على هي مشكله الاخوه في جماعه التبليغ، يغلبون الامثال على النصوص، ده من اكبر مشاكلهم. بضاعتهم امثال في الحركه بركه مثلا، الحركه قد تكون مضره احيانا، في الحركه بركه مش عارف كلام زي كده كتير، لكن ننصحهم لوجه الله أن يرطبوا ألسنتهم بكلام الله وكلام رسوله. الحكايات والحواديت تقبل وتدبر وتصيب وتخطئ. لست بآثم ومشكور أنت، تركتهم يدخلوا وينصحوا الرجل، وكان مؤدبا وهذبا، ما قال لهم شيء خطأ. لا لا لا، الحمد لله. هل يجب على الزوج أن يعدل بين زوجاته في الحق الشرعي؟ إذا تكون تقصد الجماع لا يجب، ولا في المحبة القلبية، إنما في المبيت والإنفاق. السلام عليكم. وعليكم السلام. أيوة خبرك يا شيخ. تفضلي. عندي سؤالين بعدك. سلي. دلوقتي كان أنا والدة بنتي وكده، فجوزي جاب أو زوجي جاب خروفين للعقيقة يعني.
فهم ماتوا قعدوا شوية كده وبعد كده ماتوا الخروفين يعني. فهو حاليا عاوز يعمل في الأضحية بإذن الله يعني بالعيد الكبير بنيتين، العقيقة والأضحية. فده يجوز ولا لا؟ في بقرة ولا فيه؟ يعني ممكن يعني ممكن خروفين تاني مثلا. عقيقة ولد أو بنت؟ بنت. البنت كبش والأضحية كبش لا بأس. البنت كبش كعقيقة والأضحية كبش، هذا صحيح. ما ينفعش مثلا بنية واحدة. ها؟ يعني لو هو مثلا مشترك في عجل مثلا. سبع بقى، سبع أضحية وسبع عقيقة. لكن ما ينفعش حاجة واحدة بنية الاثنين، صح؟ لا صح، ما ينفعش. طيب في سؤال تاني. انت فهمت دلوقتي الحديث بتاع ستة من شوال اللي هو من صوم رمضان واتبعه ستة من شوال. ايه. انا طول الوقت بصومه مفكرة ان كده يتحسب سنة في يوم. ان شاء الله. بعد كده سمعت حضرتك بتقول ان الحديث لا انا ما ضعفتوش، انا انقل عن الامام مالك عن المالكية، لكن عدد من العلماء صححوه وانا مع الذين صححوه واعملوا به والحمد لله. الحمد لله. المقدار السنة يعني كأنه سنة الدهر كله. يعني هو عفوا عفوا تعرفين ان الحسنة بعشر امثالها، صح؟ الحسنة بعشر امثالها. الله يضاعف لمن يشاء. صدقت. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد إذنك يا حضرتك الشيخ. لا تفضل. أسأل قول اللهم بلغنا رمضان غير فاقدين مفقدين. هذه الأدعية أدعية مباحة لكن ليست بوردة عن رسول الله، إنما أدعية مباحة. ما فيهاش تعدي اللي هي لا فاقدين ولا مفقدين. ما فيهاش تعدي على الله يعني يا رب ما تاخدش حد وتاخد حد. لا يا رب ما تاخدش حد وتاخد حد، ده ما تشرع. لكن نقول لا اللهم لا فاقدين ولا مفقدين دي انا لا لا فيها غلط طبعا. ايوه ما انا حاساها عشان أيوة. اقول لحضرتك ان هي فيها حاجه غلط طبعا، ده تجوز صح؟ يعني اذا كنت واحد يقول يا رب ما يموت احد من المسلمين هذه السنه تعدي في الدعاء. تمام. هو في حاجه تانية، في حد بيبعت مثلا على الواتس او الفيس ان دلوقتي احنا في شهر شعبان، لو مت قبل شهر رمضان اكتبني من الصائمين، ده هل يصح؟ كل الأدعية دي لم ترد عن رسول الله. يقول انه من بني هاشم من نسل علي رضي الله عنه وعلى ابن عمه السلام، وابن عمي فقير محتاج، هل يجوز له اخذ الصدقة مني او من غيري؟ اقول له بالله تعالى التوفيق، نعلم أن أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم خمس الخمس، قول الله تعالى في شأن الغنائم، واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فالغنيمة تخمس خمس أخماس، أربعة أخماس للغزاة والمجاهدين، وخمس آخر يقسم هذا الخمس خمسة أخماس، يعني كل واحد واحد على 25، واحد على 25 منه لآل البيت والفيء لهم فيه. الآن حرم آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم من الفيء وحرموا من الغنيمة، والرسول عليه السلام قال إن آل محمد لا نأكل الصدقة إنما هي أوساخ الناس. فمن العلماء من قال ماذا نصنع في آل البيت الذين حرموا الآن من الفيء ومن الغنيمة، لا يعتبر الناس إياهم ولا يعطونهم شيئا، فإذا حرمناهم وهم فقراء من الزكوات هلكوا. فمن العلماء من قال هذه ضرورة ويجوز لهم الأخذ من مال الزكاة في حال اضطرارهم إلى ذلك، وبالله تعالى التوفيق. الرحمن العرش استوى يا عبد اللطيف بن عمرو، إنما هو معكم أينما كنتم أي يسمع ويرى، إنني معكما أسمع وأرى، هو العليم بكل شيء سبحانه وتعالى. أما أنك تقول الله في كل مكان، تقول الله في الحمام، تقول في الدور الذي أسفلك،
قلت بضلال وسيفضي بك الأمر إلى أن تقول ما قاله الكفار من أصحاب الملل الضالة، إن الله تعالى ذكره في أماكن طبعا نستاهل. قل يعني هم أهل الإجرام يقولون في بطن الخنزير في بطن الكلب، وأن فرعون ما أخطأ لما قال أن ربكم الأعلى، لأن فرعون في لأن ربنا الأعلى عندهم في بطنه وبطن فرعون مكان، وما أخطأ السامري هكذا يقول أهل الزيغ والضلال لما قال هذا إلهكم وإله موسى لأن بطن العجل مكان والله في كل مكان. هذا منهج الحلوليين والاتحاديين. لكن الرحمن على العرش استوى، أأمنتم من في السماء يخسف بكم الأرض فإذا تمور، إليه يصعد الكلم الطيب، إني متوفيك ورافعك إلي، أين الله قال في السماء. فكل هذه النصوص دل على ما ذكر من أن الله عز وجل في السماء، لكنه هو في السماء إنني معكما أسمع وأرى، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم. ختمت الآية بالعلم وبدأت بالعلم، فالشاهد أن هذه الآيات مفادها أن الله يسمع ويرى والله أعلم، أما أنه في كل مكان بذاته تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. أعني سقلت كل الله في كل مكان، وستقول في الحمام وتقول في الدور الذي أسفلي، ضللت ضلالا مبينا. هل يجوز دخول الكنائس لأنهم يأتون بطبيب أسنان مجاني وأنا لا أستطيع أن أدفع؟ الضرورة تقدر بقدرها. بمناسبة درس قبول الهدايا مع حكم أخذ إكرامية من العميل عشان وصلت له الخدمة، هل أقبلها أم لا؟ لا، خدمة توصيل بدون أن تطلب لا بأس، إذا كانت خدمة مجانية وأعطاك هو من تلقاء نفسه لا بأس. يسأل عن حكم السفر المعتدة لبيت آخر لسكنها مع ابنها. أم المؤمنة عائشة يا أخ مروان تجوز ذلك، وأختار قولها وهو قول علي وابن عباس وجابر وعائشة، يجوز لها الانتقال، وحديث إن كنت في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله ضعيف. أما ابن عمر وينقل عن عمر بسند ضعيف عن عمر، وابن مسعود وعثمان يرون إلزامها بالبقاء في بيت الزوجية. فلما حصل النزاع التجأنا إلى الأدلة في هذا الصدد، فوجدنا أن حديث امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجلا لا يثبت، فمن ثم لا نستطيع المنع إذ لا دليل على المنع يثبت. فرأي أم المنعيشة يتقوى ويتألق، والله أعلم. كانت تخرج نسوتها وأن في عددين من وفاة الأزواج حاجات ومعتمرات. بارك الله فيك، السلام عليكم. طيب الحمد لله، الحمد لله. أنا سألك الدعاء شيخ مصطفى. الله يوفقنا وإياك وثبتنا وإياك يا رب. ربنا يبارك فيك. وإياك شيخ مصطفى. كنت بعت لحد شكاير وكده، وكان في منها جزء مفتوح، فأنا كنت خدت قبل كده منهم 1 كيلو، تمام كده. فلما جيت للبيع بقى للعميل دوت، ووضحت له ان هو في منهم مفتوح وصورته له، ووضحت له ان انا هفوت لك سعر النقل، نظير ان ممكن حتى يكون فيه فقط 4 كيلو. كانت شكاير ايه عفوا؟ دي شكاير اللي بخامات انتاج، يعني كان في مواد تتلف نتيجه دي الفتح الشكاره ولا لا؟ لا مفيش، هنتكلم في حته المكيال. انا اخدت كيلو وقلت له انا سايب لك حق النقل، انا هنقلك على حسابي، نظير ان الشكاير المفتوحه دي ممكن يكون فيها هدر مثلا 4 كيلو. طيب تمام، بس ما تقولش انا اخدت بالعينيه 1 كيلو. المهم انك بعت له شكاير مغلقة من أشكارة مفتوحة، قلت له الشكارة المفتوحة دي خست، يعني ناقصت شيئا، أنا معوضك عن الشيء وأكثر من الشيء كده. موضوعك بالضبط. لا اسمع عليك، شكرا لك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شكرا الفاضل، تفضل. جزاكم الله خيرا وبارك الله في عمرك وجعل في زمن حسناتكم يا رب. وإياكم، تفضل. الله يخليك. أنا لو سمحت أولاد إن شاء الله حقيقة على من عمر رمضان إن شاء الله. الله يتقبل منه ومنكم صالح الأعمال يا رب.
زوجتي واولادي وكذا. تمام. فان شاء الله احبب في ايام رمضان الدخول بالنسبه للحريم الساحه جوه مسموح لهم يخشوا على اساس ان هم داخلين عمره. فهل يجوز ليا ان انا البس احرام بس انا مش هعمل عمره على اساس هخش الحرم معاهم وعضو في الساحه جوه علشان اخش كاني بعمل عمره بس انا مش هعمل عمره؟ يعني هل يجوز ليا كده ولا فيها على اساس الضروره تبيح المعذورات؟ هل يجوز ليا يا فضيله الشيخ؟ ما الضرورات هنا؟ نعم؟ ما الضرورات التي تبيح المحظورات هنا؟ يعني ان انا البس احرام بس انا مش هعمل عمره. ايوه، ما الضروره التي انت تقول الضرورات تبيح المحظورات؟ ما الضروره؟ ان انا اجلس مع اولادي جوه في الساحه. لما تجلس بره انت واولادك ايه المشكله يعني؟ عشان اخش انا لما باجي اخش الحرم ايام رمضان بيجي لي فوق تسبيحه اللي بيبقى لابس ثياب عاديه بيقول لي ما تروحش عمره ما تخشش دلوقتي. صبرا صبرا يا حبيبي. زوجتك داخله تعتمر او داخله كده بدون عمره؟ لا، الاول ان شاء الله هنعمل عمره وبعد كده هنخش عايزين نقعد جوه في الساحه. فهنا الحريم بيدخلوهم بدون ما يسالوهم على اساس ان هو كانها محرمه داخله. يعني الرجاله بيحددوا الصوت. انا فاهم الكلام، ايدينا في الموضوع يعني يعني انت تريد ان تزيف على تزور على الحكومه توهم الحرس انك معتمر فتلبس الاحرام من اجل ان تجلس انت وزوجتك في الصحن. نعم. من اجل ان تجلس انت وزوجتك في الصحن. نعم. انت يعني الان انت دلست في الحرم. دلست في الحرم يعني مش هستطيع من يعني اقول لك حرام، لكن عدم ذلك افضل. بارك الله فيك. مكه كلها حرم. على اساس نفسي نقعد عند الكعبه وجوه كده، فانا مش عارف والله كده للمعتمرين، لكن لا استطيع ان احرم ذلك عليك. لكن الحمد لله الامر فيه ساعه، ان صليت داخل كما تصلي خارج، ولا انت ماجور على كل حال. يعني دخلت بيها ما فيش حاجه بالحرام ان شاء الله. مش لا مش اقول حرام، استغفر الله، لان نيتك انك تؤجر. لا لا، قاعد بس مش هلبس، مش هعمل عمره بس قاعد البس. انا فاهم الكلام، فاهم الكلام. شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ، اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله بخير. الله يسلمك محمد. الله اشهد الله انه احبك في الله. احبك الله والذي احببتنا له. الله يخليك. شيخنا معلش انا عندي ثلاث اسئله سريعه كده باذن الله تعالى. السؤال الأول بالنسبة لأخذ المال على خطبة الجمعة، هل هذا جائز ولا يجوز؟ جائز. جائز. طب معلش السؤال الثاني بعد إذن حضرتك، لو أنا دخلت ورا الإمام في الركعة الثانية أو الثالثة ومن ثم أنا ببدأ بتكبيرة الإحرام وبعد كده تكبيرة للقيام، ولا هي تكبيرة واحدة فقط؟ متى دخلت؟ على أي حال كان الإمام؟ وهو قائم للركعة الثانية. يعني هو قائم. لا، فقط تكبر تكبيرة واحدة وتدخل معه في الصلاة، لكن دخلت وهو ساجد كبرت وهويت وهو هوى وهو صعد تكبر تكبيرة أخرى. تمام. إذا في غير القيام تكبيرتين، تكبيرة الإحرام وتكبيرة للوضوء. تكبيرة الإحرام الأساس، ما ورد ذلك سنن. لكن لا أفعلها في القيام عندما أكون قائما. لا لا، تفعلها في القيام على أي أساس تكبر تكبير؟ ولو كان في قيامي من الركوع في سمع الله لمن حمده وأنا دخلت هو في سمع الله لمن حمده واستقام بالفعل، لازم تكبر تكبير تكبيرة الإحرام. لازم تكبر تكبيرة الإحرام. جميل. فكبر للإحرام وبعد كده أقول ربنا ولك الحمد. نعم نعم. طيب. بهذا القدر أجتزئ حمدا الله مصليا مسلما على رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه شاكرا لأنعم الله. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض ملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، لك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم بك أمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا ولك أسلمنا.
فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. نعوذ بك يا ربنا من الحور بعد الكور يا رب العالمين، ونعوذ بك يا ربنا من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم طيب أقوالنا وحسن أعمالنا وحسن أخلاقنا وأصلح أعمالنا وأخلص نوايانا يا رب العالمين. اللهم اسلل سخائم قلوبنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي ألسنتنا نورا وفي أسماعنا نورا وفي أبصارنا نورا ومن أمامنا نورا ومن خلفنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا وعن أيماننا نورا وعن شمائلنا نورا. اللهم أعظم لنا نورا يا نور السماوات والأرض ومن فيهن. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. كن لنا يا ربنا وليا ونصيرا وظهيرا وكن عنا وكيلا. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان، انصرهم بنصرك وأيدهم بتأييدك واجمع كلمتهم على كتابك وعلى سنة رسولك الأمين عليه أفضل صلاة وعليه أتم التسليم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع وعلم لا ينفع ونفس لا تشبع وعين لا تدمع ودعاء لا يسمع يا رب العالمين. اللهم ارزقنا يا خير الرازقين واغفر لنا يا خير الغافرين وافتح لنا يا خير الفاتحين وانصرنا يا خير الناصرين واحفظنا وارحمنا يا خير حافظا يا أرحم الراحمين وارفع درجاتنا في عليين يا ذا الفواضل يا ذا المعارج يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.